السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوف أسيدي دابا ملخص واحد في الكيمياء. إذا هذا الملخص الأول في الكيمياء، البارتي الأولى اللي كاينة في البروغرام نتاع الكيمياء. أولا غادي نشوفو أسيدي واحد التذكير. تذكير اللي هو مهم، اللي تتحدث أسيدي على كمية المادة والتركيز. إذا أنت التذكير كمية المادة والتركيز خاصنا نعرفو ليه مزيان. يعني اولا كميه الماده هي باش غادي نبداو كنرمزو لها اسيدي بان، والوحده نتاعتها بالمول. انت واحد العلاقه اللي تقول لي بانه ان كيساوي ام الى جرون ام، يعني الكتله نتاعت هذاك العنصر مقسمه على الكتله الموليه نتاع ذاك العنصر اللي بغيت كميه الماده نتاعته. بكل بساطة هذا الشيء مثلا إذا كان ذاك العنصر عبارة عن جسم صلب، إذا كان جسم صلب فان كيساوي ام على ام. لو كان عندي شي محلول مائي مثلا زيت واحد العنصر وانا ندوبه في الماء وذاب، فهاد الحالة إذا بغيت نقلب على ان كمية المادة نتاعتو كان نزاسيلي التركيز نتاعو وكان ضربه في الحجم. يعني كندير سي في في، اكيد انني يمكن لي نعرف كذلك كميه الماده نتاعتو باستعمال ام على غرون تام، لانه انا عرفت ديك الكتله اللي دوبت. يعني غادي ندير ام على غرون تام غادي نلقى ان. يعني هذه العلاقه غالبا ما استعملها لكي اجد السي تركيز. هنا بغيت اسيدي انا السي بكل بساطه كان الزاد في وكان نربطو لهنايا. يعني غادي يعطيني ان على في، يعني هذا هو التركيز نتاع واحد العنصر مثلا. اذا لاحظت بلي انه ان بكل بساطة هو ام على ام، يعني كيساوي ام على غران ام في في. اذا هذا هو التركيز. اذا لو قال لي حسب التركيز مثلا بكل نتاع واحد العنصر مثلا، خاصني نقلب على الكتلة نتاعتو وكيعطيني كذلك الكتلة المولية نتاعتو وكيعطيني الحجم فاش دوبت هذاك عنصر. اذا لو بغيت مثلا، هاد بوتي تام، هو بكل بساطة سي في جران تام في في، يعني سي ام في. يعني يمكن لينا نحفظو هاد الشي مزيان بقول بلي انه ام بكل بساطة اللي هي الكتلة نتاع داك الجسم اللي دوت بكل بساطة هي سي ام في، يعني التركيز في الكتلة المولية في الحجم. اذا هذا كل ما كاين في التذكير حول كمية المادة والتركيز. من بعد ان شاء الله غادي نشوفو مفهوم البي اش، اكيد فقط العلاقة العادية تاعت البي اش.